أي علاقة حب بتعدي بكذا مرحلة زي أي حاجة في حياتنا، والحب ليه مراحل ستة عشان نبقى مختلفين عن الفيلم. هما هبتة، إحنا ستة. رقم ستة ده عجيب أوي. أول مرحلة هي بداية التعرف واللي بنسميها التظبيط أو الدهلكة، وساعات نقول عليها السأساء. لميا، انت بجد؟ عصام، احنا شغالين مع بعض بقالنا 5 سنين في نفس المكتب. لا معلش، اثبتي لي ان انت بجد. ازاي؟ خد المرحلة التانية، وهي مرحلة الحلم او اللي بنسميها على وش القفص، واحنا اتخلقنا لبعض ومش هسمح للعالم يقف قصاد حبنا. عالم ايه اللي هيقف قصادك يا حبيبي؟ في المرحلة دي بقى بيبقى الدلع كله لبديل، اهتمام، حب، روح للناس يا حب. ايه بني ادم ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تحط لها الشاي بالشكل ده؟ تحط لها كوبايه الشاي وانت مبتسم؟ لم يا دي ملاك، ملاك مش بشر زينا وانت. معلش يا حبيبتي، محدش عارف قيمتك زيي. لم يا في كام ملف مرمي على الارض، تعالي لميهم. حاضر يا فندم. حالاً. لا يا فندم، لميا مش مجرد حد بيلم الملفات من على الأرض. لميا أحسن حد في الشركة دي بيلم الملفات من على الأرض. يلا يا لميا، يلا يا حبيبتي، روحي لمي الملفات من على الأرض وسيبي لي كوباية الشاي دي أنا هشربها. بعد فترة من التلزيق ده بتبدأ المرحلة التالتة، وهي مرحلة الحقيقة، ودي بتبدأ بالتعود. فحبيبتك بتتحول لمدام عفاف عادي، وكأنكم متجوزين من 9 سنين. ايوه يا لامي، رنيتي 50 مرة وكنسلت. ايه في ايه؟ انت بترديش عليا ليه؟ في الشغل اقطع نفسي. في الشغل؟ انت بتكذب يا عصام. انا عمري كدبت عليكي؟ ايوه كدبت كتير. وانا اسمعيني بس، انا عمري كدبت عليكي؟ مش هسمع حاجه، انا زهقت منك. طب اقفلي اقفلي عشان عندي شغل كتير. اقفلي. ماشي. واللي كان في المرحله اللي فاتت صابر الرباعي وبيتحدى العالم كله، مش قادر يتحدى صورة واحدة على فيسبوك لابسة هوت شورت. وهنا بيكون الضرب في العلاقة مفك. خلاص كده مفيش أمل؟ لا، فيه. دي حاجة بصالحك بيها، خبها عشان خاطري، عشان خاطري، عشان تعرف بس اني بحبك. حلوة. انت اللي عاملاها؟ اه ماما اللي عاملاها. وماما تعرف اننا مرتبطين؟ اه، ما انا حكيت لها عنك. انت عارف بابا كمان عايز يشوفك، اصلا مستنيينك يوم الجمعة. ايه رأيك يا حبيبي؟ انا عارفة انك هتفرح بالكلام ده. عصام، وهنا بنروح للمرحلة الخامسة، الفركشة. في المرحلة ايوه يا حبيبتي، اجيب فين وانا جاي؟ يا سخافتنا،